في الختام تذكيرهم بأبرز العناوين. محافظ صلاح الدين يضع على رأس الأولويات إعادة إعمار جسر الزرقاء لأهميته الاستراتيجية بالتكامل بين مناطق المحافظة. أهالي صلاح الدين يرفضون التشويش السياسي على حملة الإعمار والإصلاح ويؤكدون استقرار أوضاعهم الأمنية والخدمية. البرلمان يؤجل التصويت على قانون الأمن الغذائي وسياسيون ينتظرون الحل الوسط من الرئيس بارزاني لأزمتي الجمهورية والوزراء. مراقبون يصفون مبادرات المستقلين بسوق عكاظ سياسي وترجيحات لتوافق البيت الشيعي على تجديد ولاية الكاظم. نهاية النشرة، في أمان الله.